Watch out, Andrew Chun is here. هيا بنا للشرح. اهلا بكم في فيديو جديد باذن ربنا. في الفيديو ده هنكمل سلسله الدميه الخشبيه وهنعمل ميكس ما بين حركتين اهم من بعض وهو البونج ساو والتان ساو. البونج ساو بتطلع بالشكل ده واحنا قلنا الثلاث اجزاء دول البونج ساو، والتان ساو بتطلع من السنتر لاين بالشكل ده، وقلنا قبل كده ان الاثنين دول بيصدوا لكمات مستقيمه. طب احنا ليه بنعمل ميكس ما بين الحركات؟ لان انت تخيل دلوقتي لو انت داخل فايت او حتى في خناقه، وخصوصا لو دخلت ضد واحد متدرب زيك، لو عملت له نفس الحركه او نفس التكنيك طول الخناقه وطول الفايت طبعا هو هيكتشفها ومش هتبقى في صالحك انت. علشان كده احنا بنعمل ميكس ما بين الحركات، وفي نفس الوقت عشان تعرف تتدرب على الوودن دامي وتعرف تنفذ التكنيكس كلها في مجموعه مع بعض، مش تنفذ تكنيك لوحده. نبتدي الشرح. اول حاجه البونج ساو بتصد بيها لكمه مستقيمه بالشكل ده، والتلات اجزاء بالشكل دول زي ما احنا قلنا، بس طبعا احنا ما بنصدش بالشكل ده، احنا بنعمل بانحراف عشان اللكمه تعدي من جنبنا، وبعد كده بتروح محولها لطان صوت وبتضرب لكمه، يبقى اصبح دلوقتي لما تيجي تتدرب عليهم يبقى بالشكل ده، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين، وهكذا. يبقى كونج ساو طان ساو، كونج ساو طان ساو، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين. طب ايه لازمتهم دول؟ لما حد يجي يديلك لكمه مستقيمه هتبعد اللكمه بتاعته بالشكل ده، يبقى انت كده صديتها، وفي نفس الوقت هتحافظ على وضعيه السنتر لاين. لو طلع لكمه ثانيه ممكن برضه تصدها له بالطان ساو وتروح ضارب لكمه. طب لو من الناحيه الثانيه برضه انت صديتها بالبونج ساو تحولها له بالطان ساو وهكذا. يبقى واحد اثنين، واحد اثنين، وهكذا. يبقى اصبح دلوقتي البونج ساو طان ساو، وهكذا. بس انت كده بتعمل ميكس ما بين الحركتين علشان تعرف ازاي تدافع وتهاجم بنفس الوقت، وفي نفس الوقت تعمل كذا حركه مختلفه. ده على سبيل المثال حركتين. طبعا انت هتنوع في اكتر من كده، بس احنا بنعمل ميكس ايه يبقى لايق على بعض. طب انا ليه عملت سلسله الدمى الخشبيه وعملت الميكسات ديت مع بعض؟ لان في ناس كتير بتسالني ازاي اتدرب على الودن دامي، او ازاي اعمل فورم الودن دامي. يعني مثلا لما تلاقي اي حد بيجي يتدرب وهكذا، فاصبح دلوقتي الحركات ديت انت هتعملها ازاي؟ الا غير لما تكون عارف فورم الوينج تشون او فورم الدميه الخشبيه وازاي تضرب على الودن دامي. الودن دامي ما هو الا ايه؟ بتنفذ الحركات اللي انت اتدربتها واللي انت اتعلمتها من اي فورم وبتنفذها على الودن دامي، بس طبعا في شكل بالترتيب وميكس مع بعض متتابع مع بعض. فاصبح دلوقتي انت مثلا لما تيجي تتدرب على الودن دامي انت اتعلمت التان ساو هتعمل التان ساو لوحدها، اتعلمت الباك ساو هتعمل الباك ساو لوحدها. لا، انت بتعمل ميكس ما بين الحركات بتمزجهم مع بعض علشان لما تيجي تتدرب على الودن دامي تنفذهم كلهم مره واحده بالشكل ده مثلا. وهكذا، فاصبح دلوقتي انت بتعمل كل الحركات في شكل بالترتيب. علشان تبقى عارف لما تدخل دلوقتي ضد خصم ما تنفذلوش التكنيك لوحده. يعني مثلا انت اتعلمت التان ساو هتمشي بقى الفايت معاه كله تان ساو بس؟ اكيد لا، اكيد هتنوع ما بين الحركات زي ما هو هينوع لك، زي ما هو مثلا هيدي لك لكمات متتاليه، لكمات مستقيمه، لكمات دائريه، ابر هوك، وهكذا. فاصبح دلوقتي هو هينوع لك في الحركات، فانت كمان لازم تنوع له في التكنيكس وتنوع له في اشكال الصد واشكال الهجوم علشان تعمل له اسلوب مراوغه. نفس الحكايه في الودن ضمي، فالودن ضمي هي ديت فائدته علشان يعودك ازاي تدخل بعد كده ضد خصم. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو ده، وشكرا ليكم، ونشوفكم في فيديوهات اقوى واقوى، ويا رب يكون سلسله ممتعه ليكم. اذا اعجبك الشرح رجاء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من قناة أندرو.